يعني وضوح الرؤية في المربع الذهبي. ننتقل من مباراة الدوري العام إلى الزمالك. امبارح شفت مداخلة لواحد مسمي نفسه المستشار، هو لا مستشار ولا حاجة، وهو ليس مسؤولا في أحد الأندية، بيفتي في الحكم بتاع هاني العتاب. هو محامي وكل المحامين فوق راسنا ولهم كل الاحترام وكل التقدير، لكن طالع على إحدى الفضائيات مسمي نفسه مستشار، مسمي نفسه مستشار، زي ما واحد مثلا يسمي نفسه مستشار إعلامي، مستشار فني، مستشار مش عارف ايه، اي مستشار زراعي، اي حاجه. فهو مسمي نفسه المستشار فلان. مستشار فلان ده بيكذب كذب الابل، بيكذب في حكم هاني العتال كذب الابل. ازاي؟ اول حاجه زعم ان الدعوه مرفوعه من هاني العتال وليس من نادي الزمالك. كان معانا امبارح الحكم، يا ريت يا استاذ خالد لو عنده حاجه تنزل بيه. امبارح بشكل واضح الحكم رفع الدعوه نادي الزمالك، ورفعها على ايه؟ على قرار صحه عضويه هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك اللي على اساسها دخل الانتخابات. هو زعم ان اللي رفع الدعوه هاني العتال، وزعم انه خسر الدعوه، وزعم ان لو هاني عاوز يستشكل يرجع لمجلس الاداره ولرئيس النادي. كل دي اكاذيب واباطيل يتم ترويجها على الراي العام المصري. لا احد يعني ما فيش خشه، ما فيش حد بيختشي، ما فيش حد عارف العيب، ما فيش حد عارف ان الكلمه دي فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. طب يعملوا ايه بقى؟ يصلوا؟ يصوموا؟ يحجوا؟ لا، فليقولوا، وليقولوا قولا سديدا. قول يا اخي الورق، قول اللي انت شايفه قدامك. الكذب ده حرام، انت بتضلل الناس. حكم واضح يقول لك لا ده هاني العتال اللي رافع وخسر، والدعوه يا استاذ خالد يا ريت تنزل بالدعوه بعد اذن. اه موجودين من امبارح حبيب قلبي. فانت موجودين قدامك، الحكم واضح قدامك مين اللي رافع الدعوه، نادي الزمالك. وانا مختصاص لان الحكم الاساسي الاولاني سليم 100%، وان انا ما انظروش ان انا مش جهه نظره. وانت كسبت وقت سنه مانع الراجل من الدخول بحجه ان لا ده لا يحق له التواجد داخل نادي الزمالك. بيقسم بالله العظيم بيكذب كذب الابل، مفيش ضمير، مفيش ضمير خالص. الضمير واخد اجازه قاعد في البيت سايبه على باب الشقه وهو نازل. بيكذب كذب الابل، مسمي نفسه مستشار ولا له اي علاقه، وكل الناس عماله تفتو، كل الناس عماله تكذب وتنسى انها ستموت وستتعب عليها. اقسم بالله لو اللي رافع هاني العتال الدعوه هقول ان رافع هاني العتال الدعوه، لو هاني العتال خسر الدعوه هنقول خسر الدعوه، ده كلام واضح. الانكت من كده ان المستشار نائب رئيس نادي الزمالك احمد جلال ابراهيم غير البروفايل بتاعه على صفحته على الفيسبوك، حط ميزان العدل. طب بميزان العدل اسالك بالله عليك، وانت رجل قانون وابن رجل قانون نحترمه ونجله، هو المستشار جلال ابراهيم رئيس محكمه جنايات السابق، وانت رجل قانون ورئيس نائب رئيس النادي مع هاني العتال، من لو تملك شجاعه اعلان كلمه الحق امام الراي العام وامام الله، قول يا اخي رايك، يا اخي قول يا اخي رايك. منزل ميزان العدل وكانه يوحي ان الحقيقه ظهرت وبانت، ولا مش عارف هو عامله ليه. هل عامله على الناس المحبوسه على ذمه القضيه بتاعت غسيل اموال والاتجار في العمله واللي قاعدين محبوسين، ولا على ترحما على التستر على هروب هاني زاده من المسؤول امام نيابه الاموال العامه؟ مش عارف هو عامل ميزان العدل على اي على اي اساس. الميزان ده معمول ليه؟ قول لنا العدل فين؟ او زي ما كان بيقول اخويا ربنا يمسيه بالخير عبد الناصر زيدان، العدل فين يا محكمه؟ حد يقول لنا العدل فين؟ هل العدل انك تضحي بموظفين وتوافق على حبس موظفين وهروب عضو مجلس اداره خارج مصر وعدم مسؤول امام نيابه الاموال العامه هو معمول ضبط واحضار؟ ام ان العدل هو الاعتداء على الصحفيين والتحرش بزميله صحفيه داخل نادي الزمالك وهي سيده فاضله وزميله فاضله، والاخر نقول لا ده الفيديوهات اللي معاهم دي مفبركه وكانها مش في النادي. انا بطالب احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدوله ان يعلن رايه في الحكم الصادر للاستاذ هاني العتال نائب رئيس النادي من مركز التسويه والتحكيم. قول كلمه الحق، قول كلمه الحق لو تملك الشجاعه، ما تملكش ده موضوع تاني.
لو تملك الشجاعة. لو تملك الشجاعة أنا عاوز أعرف رأيك في هروب هاني زادة خارج مصر وعدم وصوله أمام نيابة الأموال العامة. لو تملك الشجاعة قول لي محمد الشهاوي المدير المالي السابق اللي اعترض على الإتجار في العملة واللي هو محبوس النهاردة، ومحمد أبو طالب أمين الخزن اللي محبوسين، هل هم اللي كانوا بيتاجروا في العملة؟ ولا زي ما قال الأستاذ محمد الشهاوي أنه كان يتسلم منه الدولارات أحمد مرتضى هاني زادة شريف حسين؟ قل لنا رأيك يا ست المستشار. ده مستشار بجد، مش زي المستشار التاني، ده مستشار بجد نجل ونحترم منصبه فوق الراس ووالده فوق الراس، لكن عايزين نعرف ميزان العدل ده، ميزان العدل، هل ده ميزان العدل؟ هل اللي بيحصل ده عدل؟ هل حبس الموظف عدل؟ هل الموظفين اللي كانوا بيتاجروا في العملة؟ هل الموظفين اللي بدأوا حسابات سرية؟ هل موظف الاشتراكات اللي الخطاب بيقول تقع عليهم المسؤولية الجنائية هم اللي عضوات لآلاف الأعضاء؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك. النهاردة في أمور تانية داخل نادي الزمالك متعددة. معنا علاء حمام.